bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. الحمد لله. انتم كتشوفوا احنا في مركز التلقيح ديال مولاي الحسن مدينة القنيطرة. بعد ما عطى صاحب الجلالة الله ينصره انطلاقه يوم الخميس، كاين واحد التعبئه ديال الاطر الصحيه والسلطات العموميه اللي تيشرفوا على التنظيم ديال هذه العمليه التلقيح، وكاين الخيرات الكلي ديال المواطنات والمواطنين، وكذلك المواكبه ديال رجال الاعلام اللي كيحاولوا عن طريقهم يبلغوا الرسائل وتحسيس المواطنه باش يزيدوا بكثافه ينخرطوا في جو منظم، لان هاد العمليه خصها ولا بدا شويه ديال النظام. وانتم كتشوفوا الحمد لله كدوز في جو جد ملائم وكيعدل على التضامن ديال جميع المواطنات والمواطنين المغاربه. وحنا هنا كنستهدفوا السكينه ديال المواطنين اللي عندهم العمر ديالهم كيتجاوز 75 سنه، وكدوز بواحد الجو ديال التلقيح كيدوز في عمليه مرنه وسلسه. لحد الان ما كاين حتى شي اثار سلبيه اللي تسجلات عند المواطنات والمواطنين، وغنبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه حتى ان شاء الله تكون الاغلبيه ديال السكينه استفدت من هذا اللقاح، لان المناعه الجماعيه باش نحققوها خص 80% ديال السكينه تكون تلقحات، يعني ما يناهي 30 مليون نسمه. واللي غادي يدوز على مراحل، برنامج محدد ولكن غيستافد منه الجميع. اللي مهم في هذه المساله هذه خصنا نعرفوا بان الحاله الوبائيه الحمد لله ديال المغرب مستقره وتحسنات على اللي كانت قبل، ومقارنه مع الدول العالم فهي جد ملائمه بالنسبه لعمليه التلقيح. خصنا ننجحوا في هذه العمليه، اذا لازم ما نبقيو على الاجراءات الاحترازيه والوقائيه، لان جد مهمه. وخصنا نعرفوا بان الجرعه الاولى راه ما كتعطيش المناعه، خاص نتسناو حتى الجرعه الثانيه ومن بعد الجرعه الثانيه كذلك، لانها كنكتسبوها من واحد الفتره زمنيه. اذا لازم ما نبقيو على هذا باش ننجحوا في هذه العمليه، وشكرا لكم. هذه المساله اللي تداولت مؤخرا بعض الخبراء الالمان اللي قالوا بان استرازينيكا ما عند... لا، استرازينيكا هو لقاح اللي تجرب على نطاق واسع وتجرب حتى على الناس اللي عند المسنين، وحنا عندنا الدراسات كامله، لان عندنا اللي عنده 75 سنه ولا 80 سنه وعطى النجاعه ديالو. واللي مهم نعرفوه هو ان اللقاح عنده كل جميع اللقاحات عندها واحد النسبه مئويه ديال الفعاليه. ما كاينش شي لقاح اللي كيوصل 100%، ولكن 100% كاينه بالنسبه للحالات الحرجه وكيحيد الاماته، اذا كتبقى واحد النسبه ضئيله. وهذا هو الهدف المنشود، ان المؤسسات الصحيه ما خصهاش تكون عامره وما يكونش عليها الاكتظاظ، المصالح ديال الانعاش ما يكونش فيهم الحالات الحرجه والاماته تهبط. وهذه الظروف اليوم احنا كنعيشوها ملائمه، واللقاحات الاختيار ديال المغرب هو صائب لا لوجستيكيا ولا من ناحيه السلامه والنجاعه، فالحمد لله. انا قلت لك بان كاين برنامج محدد وتدريجي، واللي غادي تكون الملائمه على حسب الدفعات ديال اللقاح. فالايام المقبله غادي يكونوا دفعات اخرى، وغادي حنا غادي كنوسعوا الرقعه باش الاستفاده تكون الجميع ديال الفئات كتستهدف، لان هذا عمل، هذا برنامج وطني واللي فيه الانخراط ديال جميع المواطنين. خصنا كاع الفئات يبدا يستافدوا بطريقه منتظمه، ما غيكون حتى شي اقصاء. انتم شفتوا ان اليوم كينخرط القطاع حتى الخاص وكيستافدوا بجميع المكونات ديالو، ما كاينش استثناء، كاين الاطباء وكاين اطباء الاسنان وكاين الصيادله، فبالتالي كل شيء غادي يستافد ان شاء الله في هذه الظرفيه الزمنيه. خاصنا غير نبقاو على هذا النظام ومتحدين بيناتنا. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.